أحياناً النجاحات والإنجازات ما بتتقاسش بس بالمراكز، ولو إننا بنحقق مراكز، لكن كمان بتتقاس بالقيمة المضافة اللي أضافتها اللعبة دي أو الفعالية دي. فإحنا النهاردة جايبين لكم حاجة جميلة وحلوة وسكر ومبهجة بكل تفاصيلها، لأن الفريق بنات ولأنه فريق دمج، يعني من كل الإمكانيات اللي ربنا خلقها فينا موجودة في فريق واحد، ولأنه فريق كرة قدم فاللعبة الأشهر في مصر، ولأنهم حققوا المركز الثالث على العالم. مش عارفة أقول إيه ولا إيه، يعني أنتوا حلوين بكل المقاييس. بعد عودتهم بسلامة من مشاركة في كأس العالم في ديترويت، النهاردة إحنا معانا فريق منتخب مصر لكرة القدم المدمج، ودي الأول سؤال هنسأله بقى النهاردة، إيه كرة السيدات، منتخب السيدات المدمج لكرة القدم. الأول خلونا نرحب بدكتور إكرامي الجمال، مدير الفني لمنتخب السيدات المدمج لكرة القدم. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. ونور عبد الواحد السيد، كابتن نور، أهلا بيك يا كابتن. كابتن الفريق أنت صح؟ كابتن جدا بقى، حتى طريقتها كده من أول ما دخلت الاستوديو كابتن جدا. ومنورانا هدى غريب، أهلا بيك يا هدى. أهلا بيكي. وفاطمة طارق، بيقولوا لك يا توتا صح ولا توتا؟ توتا. أهلا بيك يا توتا. الأول مبروك وحمد لله على السلامة. دكتور إكرامي، يشرح لنا الأول إيه فكرة الفريق، فريق الدمج دي أنا شخصيا كانت جديدة بالنسبة لي. أنا أعرف إنه طبعا في بارالمبيكس وفي رياضة وتقدم هائل لذوي الاحتياجات الخاصة في كل أنواع الرياضات، لكن احكي لنا عن الدمج. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بشكر البرنامج على الدعوه الكريمه، هو اول برنامج استضفنا، احنا الحمد لله لسه واصلين يوم الاثنين، كان اول برنامج نظهر فيه، كان القناه الاولى. دي حاجه تشرف، دي حاجه تشرف لينا طبعا. طبعا عندنا الاولمبياد الخاص بيهتم قوي بفكره الدمج. يعني احنا عايزين، مش يعني الرياضه طبعا اساس، بس مش عايز كل حاجه الرياضه تبقى اساس، عايز الدمج بحيث الولاد يشاركوا كلنا نندمج في المجتمع. فعندنا الفريق مثلا احنا مسافرين 6 لاعبين من الاولمبياد الخاص وخمس لاعبين شركاء. دول بيمثلوا الفرق. حتى في الملعب 4، احنا بنلعب سباعي، 4 من اللاعيبه ذوي الاحتياجات الخاصه اللي هم عندنا من ابطالنا من اصحاب الهمم، و3 لاعبين شركاء. والتبديل حتى اللي بيتم بيكون لاعب شريك مكان لاعب شريك، النسبه ما تختلش طول الماتش. يعني طول المباراه عندنا 4 و3 في الملعب، نسبه ثابته. فدي فكره، مش احنا بنوصل رساله، يعني لما بجيب زي نور وبجيب اللاعيبه اللي معايا هم بيعلمهم حاجات وهم بيتعلموا منهم حاجات، ده الهدف، ده الهدف دمجهم في المجتمع اكتر. واضح ان دي بقى فكره عالميه اذا كان فيها كاس عالم، مش طبعا كده؟ طبعا.